السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. من قال الله أكبر أنا واعي من أول ما أدن، أول ما أدن، أول واحد أظن إنش حتى قبل مطوع ناس اليوم. أقولكم هذه شوفوا سلطت عليها أبو محمد يا بيت أبو ظبي. أقولها ليش؟ قالت أبوي بدأ ما تنعق نحن حدينا لها البيت العين هذه تحيدونها اللي طرشتنها حصة ومزون. يوم رديت السناب طرشين هذه وحاطين عليها جميع الكيك والورود والدنيا كلها. يا تبوي نفعت حق بيت العين ودت فنانة في النصيف ونشي يا أم محمد وفصلي هاي لاكي فصلات ايوبات زاهبات ما أدري وين لعت كاليف. لا والله ظني حصة فلاسي المذيعة المتألقة هي وبنت عمها المزون الحميري هنا بنتي نبوي جايبات هاي كلها كانت وردة كم أكبر كبر الآدمي بثلاث أربع وديات يمي الكيك والدنيا يا ربي أكبر كيكة بحياتي شفتها أكبر طول آدمي طول في أول يوم في مصورنهن أنا حط في أول يوم لو ثاني يوم والله نسيت هذا المراته. الحفاير حافرين للزراعة هاي لك حبايات الحبايات اللي بنحطن وحدة هنتين ثلاث طرف هذا شيء وحدة بعد أربع هاي الحبايات هاي محفورة هني تحت الرجال قام تدرون شان بي وين راقد والدرب والحجر رقد هني خاري والجو جنني 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 بطريقة ما تتخيلونها. اي والله هاي الحبايات اقولكم هالياسمين ياسمين الهندي يسمونه احبه انا هذا له ريحه وغاوي فنان يجاوي الشمس. شامبي السلام عليكم جود مورنينج الحمد لله صباح الخير. هالمكان عبي نحط الويميات جنة الويميات ولا بين نخلط لها التربة ويا بين سامان هنا التربة والبتموس والسماد والجبس وهذاك المحبب نسيت يسمونه ويا التراب الحمر بين دفن بيتعدل بيتزين. برودة والله كانت تبون الصدق بريد برد لا يغير بريد إيه بريد كأن الجو في منتهى الروعة ما شاء الله تبارك الرحمن. وين القهوة؟ متى يسوي قهوة؟ يلا تنعك حرام لا تنعق ولا شيء شكلها جميل بخير حتى من الطاولة الأولية اللي ما أخذ ببيزات بهاجي الحاجي هاي بعيد أخير عنها هاللي هي مال بلاش ويحطون عليها أطرافها ورد وفوقها ورد ونصيفة التكيك وما أدري قايل والله اللزين ولها عدة أشياء جميلة يعني تروم تسوي فيها عدة أشياء تحتاج لها. هي والله الوقت الأولي أول ما تنشى الصبح تسمع شيء كلاب ينابحن في الفرجان حين لها شيء كلاب ينابحن وهالشيات ما ادري وين صار الكلاب وين صار. السلام عليكم ابو محمد صباح الخير ابو احمد جود مورنينج صلاح بن احمد بن عبد الله الخالدي هاو ار يو. الحين لازم اتصل في اسد واقول اني محد اقول عسب ما يعني بصلاح فقير اقولكم الاول من تنشى الصبح تسمع الكلاب واو 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 وحشي والحمير يناهجن عاو 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 نهيج ما لحد وحين يا ابوكم سبحان الله لا دور الحمار بتفق وتدور نبيح الكلب بفرد ما تلقطه لو تباه دوه
ما شفته ولا سمعته، ما أدري وين سارن، اختفين انقرضان، ما تعرف شو سالفتن. هذاك الآن إلى هالآن إلا فنيا ساير وفنيا الياي، فنيا ساير وفنيا الياي، هاي هي فيزيرتم وحدة. لين يخلصون خلافة بظهر لهم. سمعون بالله عليكم الأغنية. عيني وما عيني يا عنيد يا يابا، تسوى هلي وكل القرابة يا عنيد يا يابا. ها شوف الله عليك. ليش أسوي هذا اللي يوزل لي مصباح الله خير، هذا اللي يوزل لي مصباح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هاي 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 شمب، صباح الخير. صباح الخير راشد، كيف حالك؟ شو رأيكم؟ شكرا، ثانك يو. هذا بيت خصوصي. ليه؟ ها؟ بنغالي بيت. مال شو اسمه؟ شهدور. خلاص كلش الحين؟ هذا رمل احمر ذكر. هي. اول تحت خيط، ثاني هذيك، ثالث هذا. هي. وثالث تحت ركب رمل، بعدين ثاني ركب تربة. اه. الحين بعدين نسوي قلب هذا. ايوه قلب، بارك الله فيك. هناك كلش خلاص بعد؟ زي ثانك يو. يا سلام، ها استصلح التربة ورقم واحد الحين ابدا قدرت تعراها. ورس ورس ورس، ما بتربة زراعية، ورس. هي والله دون التراب هذاك، ها لي منك بيزيد بيشلون منه بيخلطوا بعد التربة هذه وبيزيدون اظن التربة بعد الوحدة منك بيهنون هنا على طول الريال، على طول الريال لها منطقة جبلية حسب العروق تسير فقيرة الشيرة. وين 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 بتروم تضرب بالعرج؟ لازم عدله وزينه وهذا لاجل يكون شيء مكان. شو رايك انت؟ لا متى يجي رايك؟ متى يفكر انت هذا الكلام؟ بالليل انا نوم برا. هي هني. ايوه زين ما شاء الله والله تمام زين. بعد انا فكر هذا التنين حفرة هذا هي اللي ركب لوز حفير، هاي نحط لوزه وهناك لوزه. شامبي هذا صديق عندي انا في الشارجه. ايوه قايل بيجيب لي لوز. من متى؟ من سنتين. عندي سيف وسيفي في اليبل، عندي سيف وسيفي في اليبل. اليوم بكره ما اعرف متى بتوصل السياره، بنشوف سياره توصل باكر بندور السياره. من هاك من متى؟ سنتين. امس طرش الفيديو مال الصور قلب ما يت سيارة تشيل السيارة اللوز من أبو ظبي، أنا أبو حين نحن في أبو ظبي بنطر السيارة لين الشارجة نبوجر هو ندوكم بلاك. ما تعرف كلامي؟ أنا أعرف يعرف يعرف ويريد قول طرش سيارة. هي. عشان نشيل هذا هي. القور تيجي متن 20 ربية ندبلهن سيارة ب200 يريد يعطي شيء ما يقول طر السيارة. لازم تنين اللوز مشان سيارة بترول تلين نبار. هي بل. من شارجة. هي بل. يعني تعطيه يضطر السيارة. مثلا تاكسي مثلا عليه طيارة فيه. ترى طيارة بعد؟ قرب الله. بعد؟ يلا. هي والله. هي عثرته، حد قال لي طيح لساني أنا. الحين بعد هاي علومة جديدة اللي بحد اللي بحد يبي يعطي حد شيء، قال لي والله طرش لنا دري ويلكم. طرشوا دري ويلكم. طرشوا دريولكم حق طرشوا دريولكم حق يشل الحاية الفلانية. عنبو عندكم 40 دريول لكو 600 دريول، لا طرشوا دريولكم يشل الحاية الفلانية. ليش عادة؟ ها بعد علومة جديدة الحين. هذا سمعوا هذا هالغنية هدية لكم انتو، هالغنية طلت عمارتم من أغاني شكرية خليل.
شايب منطين الدربين تنظر حبي واشوفه لابس عباه شغلة الدير تبرق ما بين شفوفه شتوفه توبي مقواها تطلب من ربها أن يبلل درب محبوبها يعني المطر عسب شو يخرس درب المحبوب مقواك ما أقول عن شيء نزين هبلها النمونة وطر دزيت لك بالخفية 14 مكتوبي طرشت له 4 رسائل هاي بخصوصات حقه هو دار ندرى ودار ما درى الله أكبر عليك العلصة توبة هو لا حول لا قوة إلا بالله مقواك مقوى باسك أنا أبو وانتهاء النمون في الضوء ما نقعتي واشهد أن طرش 14 رسالة 14 رسالة بطرشت له عاش راشد عاش راشد عاش راشد أي بارك الله فيك يبقى من برا زي زي كافي جزاك الله خير بارك الله فيك أنا طالت عماركم في خاطري افتح الباب راشد في خاطري طالت عماركم أي أسير ها شاهدنا شهدور شهدور جيب دلة مال قهوة خاري خاري أقولكم بسيل كبرة كبرة العين بسيل كبرة العين بتمشى شوية بتذكر الماضي بتذكر صدقاني منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر لكن الأغلبية بخبركم قضى نحبه زي شو أسوي شو أسوي عادة ما بيد أي حيلة من هم من قضى نحبه ومن هم من ينتظر لك الأكل الأغلبية قضى نحبه لأن من استويت أنا صدقاني كلهم كبار في السن كبار يوم أنا عمري 15 و20 ربعي أنا قب 30 و40 هي والله روحي صادقت وياهم بتريهم وجف أول ما صادقت وياهم بتريهم وجف روح شامبي روح روح ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك هل ما يريد زيادة هني التكليف شامبي هني بس ها ها مكان زين هي مكان زين بس خلاص عيل هي بس حط حينه شوية تربة وسماد و الرمل الأحمر يجي أيوة الرمل الأحمر العين 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 ولا شيء شرات العين شفتوني بالله عليكم من عقب الحلاقة البارحة كرد هاللحية اللحية خفها وايد لكان أخيرا وأن قال ليها النمون ستايل هذا شباب الحين كل يسوون هالنمون اي نعم ابوي الشباب راينا شباب يعني شو عيال شيبه من طحن انا ما بشيبه من طحن هي والله هي مقولتي الماثوره الاوليه حيبه واكسر الداس وعصيده واكسر الملاس ما شاء الله تبارك الرحمن حيبه واكسر الداس وعصيده واكسر الملاس بلاني ايش مستوى علي لا والله الا تو الناس ومثل ما قلنا لكم قبل تو الهوا بادي هي والله تقول هونا تو الهوا بادي تو الناس يعني هاي يطرون تو الهوا بادي معناته يعني خلاص رفعوا الشرع وتو بادي الهوا بتمشي السفن السفن بتمشي خلاص لأن هب الهوا وهب الهوا يا ريفه من بيته للحبيب شرع المحبة قالوا كل ما هذه شوربتك يا الخالدي شوربة هريس سويناها ان شاء الله نكون ناجحين اورينتال سوق الحين بنطعمها هذه شوربة الماليزية خالدي رقم 1 طعمها Stop!
شو يقولوا؟ تولع بالمحب وصار مجنون. في ذمتكم شيء أحسن من الطرب الأصيل لقولي الفنان قوم عفيف اسكندر وساجد حسين. ساجد حسين يا أبوك من أجمل أسامي، على هالاسم مفروض تكون أكبر مطوعة في الدنيا العودة، لكن أحسن فنان في الأغنى طلعت، وهم هل فقير مسمينها ساجد، مسمينها ساجد وطلعت فنانة رقم واحد، راعي الطرب وهاكل الغنة وهاكل حس التحرى حسن ربابة. هي والله لا طلعت ساجد ولا الله قال بالله عليكم. هذا عاد شهدور، شفتوا الرويد البايت؟ هذا الرويد البايت، هذا شهدور انا مسمينا رويد بايت. ابدا هالنمون حلول يمعه، حلول يمعه ابدا لا يسر ولا يضر، هالنمون اتفق برزه ولا يحرت ساكن توني يا ابننا من داخل حجرته، هم اشتغلوا وخلصوا 90% وافتلك عليه، افتنت لكم عليه فتنة ما يدور لغيرها. كي هي دام ندس الحجرة ويد نت ويكلمها 24 ساعة، يعني فيك توحد، انت توحد ضارب انك والله ولا حرك ساكن وافتلك عليه فتنة ما يدور لغيرها. هي والله مش حتى تميت نافض عاويت عليه بيني وبينكم، أقدر أشوفه تلوموني أبدأ أرويد بايت. يا الله يا الله، هذا كان يشتغل في عزبة عند حرمة عندها حلال في السلع، في السلع أول شغل شهدور، شغل وين أول؟ أبو دابي على السلع، في السلع ها؟ هي كان في السلع يشتغل أول عند حرمة، وياني قلت له زين بكفلك، دقيت لها تليفون، ها فلان شو؟ قالت يا أبوي ضميته في عزبتي، باع هوشي كلهن، باع ثلثين هوشي كل يوم، اللي هاي ميتة وهاي منطوحة وهاي، وثار أبوي يبيع وبرغته، وين هذا ربع ما عندك هوش؟ قلت له أبوي ما عنده هوش، قالت عيل بيصلح لك، لكن جليل حركة وجليل مغثة وكل يبي يرقد وكل طايح وكل مريض ولو بتعقه في الضوء ما نقع. هذا شهدور على اللي تشوفونه، زي شو نسوي ما باليد حيلة. هذا أبوي لي يقول لك مناطقكم السكنية ومناطقكم السكنية إن كان في أبوظبي ولا في العين، هذا يقول مناطق الأحياء السكنية، يقولون والله المناطق عندكم كلها إلا هداها إلا بنايات إلا عماير إلا لا لا لا، شيء عماير وشيء بنايات وشيء تجاريات وشيء صناعيات وأقسام أقسام. هذه الدار الطيبة، هذه الدار الطيبة، كل إنسان وله ترتيب وله مكان وله طريقة وله له مكان معين يلف ويلف عياله ويلف سرته، والحمد لله ما بمقصر الحكومة، الشوارع والمواصلات توصل كلين البيت والكافيتيريات والحدائق في كل مكان، في كل مكان ما شيء مكان دون عن الآخر، المزارع لها مكان والنخيل لها مكان والعزب لها مكان وكل شيء مرتب، والفلال لها مكان والقصور لها مكان وشعبيات لها مكان. ها من يقول هاي بيوت شعبية؟ هاي فلال أبوي، هاي فلال قصور، عبارة قصور، ها كل بيت أخير عن الثاني، يغني يا ليل كل هالبيوت تغني يا ليل، والله يا أبوك ينهن الألوان روحة تشرح الخاطر، شوف ما شاء الله شيء دورين وشيء كبار وشيء صغار وشيء وسط، والدنيا مطرجة، خير وفضل من الله سبحانه وتعالى، خير وفضل من الله، ما زينك العين. أبو ظبي حلوة وجميلة والعين دار الطيبين، أبو ظبي حلوة وجميلة يا غير العين دار الطيبين، الله يرحمهم الأوليين. والعواوين في كل مكان، ها شوف العواوين، شوف العين، شوف العين، شوف العين، بالله عليكم استوت شراتها دار في الدنيا العودة، والله لا استوت شراتها دار ولا بتستوي شرات تدا، منبونها يسمونها واحات النخيل، واحات النخيل، لذلك يا ابوي وين ما تحط لنخلة شاخت وتربعت وتزينت وغدت ابوي
من الشيخ عذوجها العذوج من تتحدر تلقط الخلط تحرها حرمه لابس كواشي. والله يا ابوك التحرب من يحدرون النخيل لازم انا ابوي يدلن ابوي العلوج من 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 قلب كل نخله. تازم ابوي لنخله تحرها حرمه بكواشيها وبشغابها وغادي ما شاء الله عليها فوق التل عن تبتل. هي والله اللهم لك الحمد بلاد عليها رضوان من الله. بلاد لياويد بلاد لياويد بلاد الاكرام بلاد الصخاء والرخاء بلاد الطيب بلاد الشيء الجو الحاف بلاد الناس الطيبة والأكرام. إيه حافظ على العين لا استوى شارات تدار ولا ظني بيستوي شارات تدار في الدنيا العودة. من استوت الدنيا هم البارح واليوم ها ببالها وخضرتها ونخيلها ومزارعها وزرايبها وين ما تصير وين ما تصير. اللهم لك الحمد نعم بالحمد وشكر. الشوارع هالدنيا الحد يتحرب ويها البارح واليوم. هذا ابوي على فكره الخطاب موجه للي الناس البعيده اللي في اليمن وليبيا والعراق واللي خارج المتابعين يعني اللي ما يعرفون واللي يعرفون العين ويعرفون امور العين وهذا من هالجماعتنا وصدق ان هالناس شيء اخر يعني. فلذلك ابوي العين وتطورات وراحت وشوار حاله تشوفونهن من عشرات السنين ترى ما شيء جديد هالبارح واليوم مسوي مخدو حتى الشارع ملح شمنا من زمان. أول ما استوى الاتحاد اهتمام كبير في العين اهتمام كبير اهتمام كبير فوق ما تتخيلون. اي نعم مسقط رأس المشايخ والحكام مسقط رأس المشايخ والحكام. اي حافظ على العين. سمعتوا به الشوع هذا الشوع شو هاي شيرة الشوع الشيرة اللي ما لها ظله أبدا ما تسوي ظله ما تظلل حتى على 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 يدعها على اغصانها وركونها ما تظلل ما الركون واغصانها ما تستظل من ورق الشوع. فلذلك شيرة الشوع هي الوحيده اللي ما تظلل على اغصانها سبحان الله ما لها ظل ابدا سبحانك يا رب. لكن عاده شيرة الشوع لها بوي فوائد عديده للانسان اهمها للشوي. تمتاز ابوي العين بالشوي اللي هو التنور يقولون والله فلانيين مسوين تنور. تنور الشيء الرئيسي فيه هذا تشوفون صلوب صلوبها ما في ورق صلوب شارات عيدان الكبريت شفتوا الارطة شارات الارطة هو ما برطة ها هذا يجمعون الورق مال اللي هو الصلوب مالاته ويلفوا باللحم يلفوا باللحم يسوي نوخة وطعم غريب عجيب يسوى الدنيا كلها ريحة طعم غريب عجيب. يشيخ التنور ما يشيخ إلا بك أنت يا شوع. طناف يا رك الله ما زين الا اسم العين اسم العين منك يوم ما زين يوم يظهر. الله اكبر يدور الزين ابوي في العين يدور الزين في العين يلقاه لو شيء زين شرق وغرب يا غير شرات زين العين ما يوجد عجيب
يقولون شو وقفها في نص الرستة؟ هذا اللي وقفني طالت عماركم. هل يشوفون الغاف والسدر والرول؟ هذا أبوي من عشرات السنين، يعني الأرصفة هذه والممشى هذا اللي تشوفونه هب من سنة ولا من سنتين. هل توهم مبرجين الحين يقولون مسوين ممشى، وتونا مسوين ممشى جديد، وهذا الممشى تو حين الناس عرفته. لا، الممشى هذا اللي تشوفونهن، هذا تشوفونها، شوفوا الممشى هذا، هب له هذا كل هالعين، كل هالعين بالأخص العين، يعني كل هالإمارات فيها مماشي، مماشي أظني مماشي الجمع، يا غير ما الممشى مال العين من استوت الدنيا، من استوت الدنيا. شوفوا من عشرات السنين هب شيء جديد، هب شيء تو حديث، هب تو شيء حديث اللي تشوفون شيء جديد طالت عماركم. شو هذا الحين اللي سووه؟ هذا رذاذ وقت الحمو، وقت وقت الحر يطلع رذاذ للي ساير واللي يبعد. انا ما اعرفه الا الحرم هاي الله يستر عليها، قالت لي ابو محمد مسوين جديد لهذا الشارع، وهاللي تشوفوا الممر هذا من استوت الدنيا، يا غير اللي سووا الجديد هذا الرذاذ، هذا الرذاذ هو هذا الجديد. فمشروع جميل وزين يلطف الجو للي ساير واللي جاي، يعني شيء انجاز عظيم. هي والله شيء انجاز يشكرون عليه القائمين عليه، الله يحفظهم ويطول بعمارهم. وهذه طالت عماركم شبرة العين الأول، عاد العالم هني هذا الطرق هذا تشوفونه، عالم هني اللي بيعن الرقاق والرويد والبقل والدويات وكل شيء، هذا كلها الصفة على اليمين وعلى اليسار. لكن الحين عاد عن ترى جائحة كورونا والاحترازيات وايدة والحمد لله، لكن أهم ما يكون هي شبرة العين هاي الأولية اللي من استوت الدنيا، أحلى شبرة في الكون مثل قطونها هذه. وينه؟ شيرو شيرو شير ألو شيرو، نفر آدمي هني، نفر اسمي حي ولا موت؟ هي العود حي؟ ما في موت؟ الله يعرف؟ وانتم ما بصدي؟ آه لا لا، أمس موجود؟ لا خلاص عيل مات، سوي سلام عليكم. ما شاء الله لا تحرى عمرك في العين بتلقى شيء مبفرش. اليوم بيومه أبوي السمكان والدنيا على ما تشوفين تبارك الرحمن، خيرات الله وايدة. لك 600 دكة، لك 600 دكة السمكان من داخل الدورة، الدولة وخارجها. ها دمامينة حرات هو مذبوح خروف، هو منحور، هو مذبوح خروف. يا سلام، هذا شيرو طالت عماركم اللي أنا أتخبر عنه، هذا من أول الناس اللي كانوا موجودين في شبرة العين أكثر من 35-37 سنة، كان ولد صغير هاك اللي محين شوب أظني مات، هذا حتى من كثر ما فقد الذاكرة ما عرف ربيعه منو لي أنا طريه، هو نفس الدكة وهم كلهم كان واحد، يمكن بيننا نحل لها اسم عند الناس اللي مغير لها اسم. شبرة العين فيها عراقة، ما بك الحين الترتيب هذا كله، كل الترتيب على ما تشوفون أخير ما يكون، يا غير العراقة ريحة الماضي فيها، ريحة الماضي. شبرة العين من الشبرات الجميلة، من الشبرات اللي مستحيل أي إنسان ينساها، واللي العين لابد ولا عذر من زيارة شبرة العين، من زيارة شبرة العين لابد ولا عذر، لابد ولا عذر، لابد ولا عذر. اللي يقول لك كل قال له هي، قال له مصمص، قال له لا العين هنمونه. اللي العين ولا يجي شبرة العين عبارة ما كأنه هي العين. نعم، اللي العين ولا يدخل شبرة العين ما كأنك طحت العين ولا يتقربها، ولا يتقربها مرة مرة. هي والله شبرة العين لها بنة ولها ريحة ولها مذغة ولها طعم ولها ذوق، لها ترتيب، يعني مستويت كل منتوجات المزارعين، هذا كل منتوجات المزارعين المحليين يعني، وهذا أبو يدرسونه، هذا هاي مضية، هاي يأخذونها مبل الأكل، هاي يأخذون للزراعة اللي بيزرع الحماض المزروع كل شيء. ما في شيء في الدنيا العودة ما تلقطها موجود، ما شيء في الدنيا العودة ما تلقطها موجود في شتية شبرة العين.
السحوح مريود ما شاء الله تبارك الرحمن. السحوح أشكال وأنواع من كل ما تشتهي النفس. السحوح شيء انظامه وشيء مكنوز وشيء روحه فرادة وشيء بكراتين وشيء بسطول وشيء شو بقولكم طب وتخيل. أما تشتهي النفس من رطبان شيء حسين شيء انغال شيء من كل شيء. كل شيء في الدنيا العود موجود عندهم، كل شيء موجود. سمعتوا بنغال حسين؟ هذا نغال حسين سراري. هذا سراري، أدري بنا سراري؟ إيه، ما قاف عليك إلا سيد. هذا تسمعوا بسراري سراري، هذا السراري أطول عن ثلاث الرايبات على هالطول وحدة. شو ما شاء الله، ها سراري سراري، الناس تدور دواره. سراري أنت شوف هذا فيديو يدينا. ها؟ إذا فيديو يدينا. إيه، ما شاء الله تبارك الرحمن. كم ما عاد يوم بريد بخبرك. طالت عماركم اللي يطرونه. الفرض عمود الارض، انكلت هناك وانبعت غناك. طالت عماركم المرافق العامه، الحمامات اللي في العين، هاي اللي في نص الكبره مفروض يكون ما يتشاهد، لكن شوفوا ما شاء الله النظافه. شوف النظافه يلق بكبره الحمام، ما تلقط فيه ادنات الدون، ها ما تلقط شيء، كثره مزرة ولا شيء، مكانهم نظيف رقم واحد. اللي بيتمسح للمسوح صلاح، ترني نسيت. ها صلاح، انا وين؟ انا في العين يا صلاح. نسيت حبيبي، نسيت اخبرك اني بسير العين. ما خبرتك، نسيت شو اسوي يا صلاح. ما علي، سامحني حبيبي سامحني. لا حين برد بيتغدى عندكم، بتغدى في ابو ظبي ان الله راد. انا ما بمشكله ولا شيات عن ابو. يلا بي عن ابو ما تباني يظهر. سكر التليفون. فاقول لكم الحمامات في العين مرافق العامه بين فتره والثانيه مش الا صيانه، يجلعون ابوي الكاشي والحمامات الله يعزك والسامعين والدنيا والبيبات، يردون يعدلون من يد ويدين مبشرات اللواد المواكل اللي من غير هذاكو ولا شيات على وكل الله. هذاكو كلنا باجتهاد هالشخصي، لكن ما شاء الله العين بين فتره والثانيه هذا الحمام تدري كم عمره؟ اثر عن 40 سنه 37، لكن ما شاء الله عليه تحرونه تو مخدوم. ليش؟ لان الصيانه فيه دائمه، فهذا اللي يميز بلادنا الحبيبة. هب خدموا الشيء ونسوه؟ لا، صيانة في صبح ومساء. وفي نص العين، موجودة هالعين، من أجمل والجوامع والمساجد اللي في جنتية دولة الإمارات. جوامع الإمارات كلهن جميلات، يا غير شيء منهم عادة جماله والتحفة المعمارية اللي فيه هذه طاغية، يوصل إلى مرحلة الإبداع. اللهم لك الحمد. سيد الشيخ زايد ما يدرى، ما أدري عاد هل إنه افتتح ولا ما افتتح، العلم عند الله، لكن ما أدري والله شذ بإعداكم، فما أتوقع إنه افتتحوا. كريون يخف يشلون يخوز هذا كورونا، بيت أثر طاعي تلحلح هذا كورونا، ما طايت لحلح لين الحين رابط العين ما شافته. اي والله الله يفكنا يا ابوك ويفك المسلمين اجمعين منه، وتصير وني وترد الحياه مثل الاول. واخي يا ابوك ما زين الا نشم صباح الله خير في العين، وتتمشى في شوارعها ومزارعها وبين نخيلها وفي اسواقها ومناطقها وفرجانها. العين بلد مميز، في عبق، في ريحه، ريحة أرض العين مش موجودة في أي مكان. إلها بنة وإلها ريحة، ما توجد الريحة هذه إلا في العين. العين من استوت دار الزين، والعين حبت العين وأصبحت أنا عيناوي. عين يا نون ألف واوية عيناوي. إي والله يا زينك العين، وازينك وازين أهلك. أبو كريم أنا عندك الحين من سنتين. صح، من سنتين، وبمطعمك هذا من اجمل المطاعم، لكن احنا الحين ما بنتكلم عنه. أوكي. لا بنتكلم عنه ولا بنجيب سيرته ولا اي شيء بنجيب. نعم. لكن
أجمل كعك بالكنافة وأجمل تروية وأجمل ريوق عند هالريال. من شو اللي يميز مكانك؟ يميز مكاننا إنه بنشتغل من قلبنا. ومنعامل ما منقول عن الزبون زبون، منقول ضيف. منعامله كضيف. ميل. نعم. وميل يغزيل. ويغزيل ميل. ميل. أوكي. ميل لك ميولة. أيل لك أيولة. أسئك فنجل قهوة. بعمل لك تبولة. بعمل لك تبولة. وأهم منك يغزيل يغزيل. نزل لك ما بالحينة متى بيتم الافتتاح؟ بإذن الله مفاجأة عرس السنة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بروحي بين. برسم الخدمة من عيني، من عيني تيك عيني هاي قبلها. حبيب القلب. مكان يشار للبنان. معلم من معالم. خلاني أخبركم شو أنا جيت هالمكان هذا قبل سنتين، قبل آخر مرة بتين. أول مرة. سنة ونص جيت. سنة ونص كنت جاي واجب عزاء. فيوم جيت وشفت الأكل يازلي يازلي فوق ما تتخيلون. المهم هود كيكين صغيروني، يعني يمكن بقول لك 8 أمتار في 6 مساحته. الحين أخذ المبنى كامل سواها فله على الطراز اللبناني، حتى الحجر جايبنا من لبنان، طبابيخه علم خبره. هذا اللي تشوفونه الله اكبر عليه، هذا الساحر العود كبير. شوف بهالثرب مغدى هالنمونه لم كثر ما يسرق ما يطبخ. اي والله. فان شاء الله يعني الله ييسر امورهم، ان شاء الله بتشوفون الابداع. لان انا روحي بشيركم، انا روحي سمت بعمري، كان حد يسوم بعمره. انا قلت له هالمكان وهالاكل اللي انا احبه، ويوم اي العين ما تريق الا عندك، ما حب يسوي ترتيب، ما حب يسوي لك ترتيب، وما حب يتعبل من كلنا. سوى فله كامله اقول لكم. ان شاء الله خلاص في على راس السنه ان بتشوفون شيء ابداع ما تشفتوه. لا الناس بتعاف ريوقها في بيوتها وبتي تربع هني. الأكل الطعم اللبناني اللي على بطنه وظهره، كأنك جالس في جعيته، كأنك جالس قرب مغارة جعيته وطالب لك أبوي ريوق. هي والله كعك بالكنافة، كعك بالكنافة. هذا أبوي عنده عادة صغار صغيرونات وشيء يسوي منها سندويشات لك 600 نوع عادة. لكن أحلى شيء اللي أنا أي أعشقه اللي هو كعك بالكنافة على الطريقة اللبنانية. هذا يطرون بطنه ويمزرون أبوي كنافة بالأطر مالها. أوه غرام 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 يا أبوكم غرام. المرأة بنرمس عن هالمكان إن شاء الله مطولا في القريب العاجل بعد شهر. عاد أتخبر أقول له تحمل عليهن هالموظفات اللي عندك زينات، هو شوف إن هبات ريح أنت موجود ولا ما بموجود. كل ماي ابتسامات موجودة ويشتغلن زين ما زين ويشتغلن بحرفنا ومن خاطر. شو اتضح السبب؟ شو أسباب اللي عندك يشتغلن من الخاطر؟ نعم. ليش؟ أول شيء هدول شركائنا. هي. وأنا بعتبر شغلي إن الموظف هو بيديني لآخر الشهر، مش أنا آخر الشهر بمن عليه بالمعاش. هو يشتغل طول الشهر 30 يوم بيديني فلوس، أنا بـ25 بيكون معاشاته، لبسهم، مصروفهم، سكنهم، كله علينا. بدهم يجوا مدللين ويفلوا مدللين من عندنا. هيدا السر. عرفتوا وشركائنا عرفتوا ليه عمال. عرفتوا ليش؟ شو اللي يخلي العامل يشتغل من خاطره؟ شفتوا انتوا شامبي ليش انا يركض ليل بنهار اكده في العين وابو ظبي والبر والبحر في كل مكان يركض حافي ومنعل ينش من قبل يربع ليل بنهار. اقولكم حافي ومنعل ما يوني لو بمر عليه في الليل الاظلم، نش ذبح وصلخ وقطع وسوى كل شيء. شو السبب؟ تعاملي بالطيب، ترى الطيب عايه بالطبيب، الطيب عايه بالطبيب، الاخلاق. راتب تعطيه قبل الشيء وبعده، ما تقول تصبره شيء يحب من الوادم بالاربع والخمس والست شهور ما يعطون موظفينهم معاشاتهم، ما تعطي الراتب العام اللي عندك، ما عليه تمر الظرف مره مرتين. لكن مبدوم هذا ابوي ما صلى مصلي وصام اللي يبغي في الجنه مقام، ودر بلاده واهله وحريمه وعياله وعزوته وناسه وياي عندك لجل البيزة الحايل. فلجل حايته عندك تقبضها من مسرطة تزغده، لا تعامل بالتي هي أحسن، تعطيه حقه، تعطيه حقه على داير من اللي مثل ما قال المصريين. الحين عد علي هذا، حطيت عسى ما يظهر اسم المطعم. أول شيء بيطلع عندك خبز الشوفان. هذا فريش ها؟ ايه فريش. نحن شغلنا هذا صحي 100%، ما في طحين أبيض. ايوه. أوكي. بيرجع الزعتر المهم من لبنان. هي. والزيتون من لبنان.
اللبنة، الحمص مع الشمندر الصحي، الفول، حلوم المشوي، فلافل، الطحينة للفلافل، المربى الاستروبري شغلنا. هذا الكراكر بيك. هذا على فكرة هذا يجنن 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 هذا. هذا يجنن فوق ما تخيلون. هذا عادة ياخذ العقل. ها ها. هاي طالت عماركم كل أشياءهم مميزة. عندهم بعد لبنة هوش وشيء جبنة هوش. شو بعد مال غنم؟ كله والزيتون من لبنان والزيت الزيتون الأصلي. هي. كل شيء بلدي والمربيات. هذا المنيو مالكم كامل. غير شو عندكم؟ غير عندنا الكعك الصحي. هي. شيء المهم عندهم الدنيا والدين. المراد. الافتتاح ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين في راس السنه باذن الله. في راس السنه انا روحي برسم الخدمه بي من بوظبي لين العين مخصوص حق ارويكم الترتيب هذا من بعد ما يكمل. من بعد ما يكمل ان شاء الله. ها روح الخبز كله حار الحين يدخن. ثلاث اربع نمونات الخبز. شوف سبحان الله. هذه طالت عماركم لبنه هوش. لبنه هوش يجيب اللبن مال الهوش من 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 العين وروحه يخدم هاللبنه. قرب الله تبو قليب هذا. هذا على البيع منه وحاط لي انا روحي. زين؟ هاي لبنه الهوش. بقليب كريم وقت ما كنت تشتغل في فينيسيا في لبنان. ديكورات اللي في فينيسيا لا يعلى عليها. جدران من ذهب. هم مرمر من رخام. اوكي. فحاليا لما جيت وصبت بدلت ما في الجهد الفرنسي شو قال لك؟ قلنا نحن عملنا اللي علينا الحيطان بنيناها عملنا اللي ما بينعمل للفينيسيا بس كله ما ينفع اذا ما فات زبون ولا بسمه دافئه وطالع من القلب لزبون كله. أيوة. هذا بيروح ببطل يشوف زبون اذا ما لقيته ببسمه. انت عرفت شو اللي جايبني انا لك هني من عقب هالوقت كله؟ هل بسمه وهل الاكل الطيب. اما عاد الفول شيء مش معقول واللبنه شو بقولكم يعني شيء هاي يسمونها مسبحه. مسبحه اي. خبرني بسالفه يوم كان يشتغل في فينيسيا. الحين انا بخبرك من عقب ما ودرت انت فينيسيا وجيت العين وسويت هالبزنس اللي الله يبارك لك فيه. على فكره كم سنه لك انت الحين هني في المحل؟ 11 بالمحل سنتين ونص. سنتين ونص انا جيت اول ما افتح. المهم وكل ما اي لكن ما اخبر انا وين يعني. المهم ما بهاي الموضوعنا. موضوعنا طالت عماركم اني في انت خبرني عن موضوع فينيسيا هو. وانا اعطيك خبر الحين بخبرك عنه. كنت في جنيف في مطعم في مطعم الانتر كونتيننتال في جنيف. فينيسيا انتر كونتيننتال. ايوه اللي في جنيف هو اول اوتيل انتر كونتيننتال بالعالم بجنيف انعمل. انزين المراد نعم. شفت شباب صغار لبنانيين اولاد يشتغلون في هاك المطعم الكبير. نعم. عمارهم على 16 15 سنه. شو تتوقع؟ قلت انا في قلبي في خاطري هذول المغتربين اولاد مغتربين يعني يكدون على أهلهم ويساعدون عوائلهم. تخيلوا يوم سألت الولد أقول له كيف أنت عايش هني؟ قال نحن ندرس. قلت ما شاء الله أنت عايش هني وتدرس وتشتغل تساعد أهلك. قال لي لا إحنا باعثيننا من لبنان نتعلم طريقة الإتيكيت نتعلم طريقة السيرفز كيف نخدم على العميل وعلى الزبون يوم بيجي. شوفوا لأي درجة الناس تشوف تقول هذا ويتر أو نادل. لا هذا النادل الجيد يرتفع قدره على كثر ما هو عنده شهادات من وين متعلم وين دارس. فلذلك الابتسامة مثل ما قال بو كريم نعم. مثل ما قال بو كريم الابتسامة أهم شيء وكانت موجودة وبغزار وبعمق عند هاي الأولاد الصغار اللي يشتغلون في فندق الانتر كونتيننتال في جنيف في التسعينات. الكلام هذا في التسعينات. سبحان الله. شكرا جزيلا على حسن الاستضافه. كعك بالكنافه وكعك بالكنافه. هذا الكعك بالكنافه. هذا الكعك بالكنافه اللي يجيب العافيه الاصلي الاولي اللبناني اللي في فندق فينيسيا نطلبه. انا ما طابلي ولا هنالي الا هنالي لما المطعم الروم سيفز اللي في فندق الفينيسيا في بيروت. نعم لذيذ فوق عن الزين. هذا شيء قطمه بقطمته ما تسوي له واحد واثنين. ها قطمه بقطمته. هاي ما بلقمه وحده عاد هاي لقمه ونص. ها
عم لي قطر ليه في يجيب العافية هن قرمة يغمى شاي حما ليا شتاء والله إنه عذاب عذاب يا أبوكم عذاب عذاب تبارك الرحمن والله إنه عذاب أبوكم نكتروا تأكل نص وحدة ولا وحدة شر برد لها هيز ما بروم ما بروم ما تروم والله يا أبوكم ينا في النار رأس السنة ضروري رأس السنة هو طلب من سنتين لكن ما يخصني أنا حين أنا رأس السنة قايل اللي بيك حين لا كريم شكرا على حسن الضيافة الله يسلمك شكرا على حسن الضيافة حلف مليون يمين يعني ما أدفع جيمة ريوقي زين لكن بطيت عمري بعد بيمين أكبر عنه أني باخذ أعطني هدية هناك هو جبن ولبنة وزيتون وهذا الأشياء قلت لي يا أخذ هذاك بلاش إلا أخذ هذا وعاد أقول في خاطري إن شاء الله أدفع جيمة الريوق ولا أدفع جيمة الكرتون هذا كم أكبره ما يندرى كم فيه بتظهر جيمته بس وافق إني أدفع جيمة هذا ريوقي هذا ريوقي كم قيمته كم قيمته أوكي كم عاده 47 درهم 47 درهم ريوقي هذا جيمته 74 وأنا قلت 74 هذا كله من غير الكناف الهنتين وبراد الشاي وشو بقولكم وهد رباني وياه شو أمور المراد إن ريوق فنان وماشي شراته من التخصصات الغريبة مش الغريبة اللي يعني وايدين نلقط يا دكتور أسنان ولا ممرض عادي ولا ما أدري شو لك التخصص بيولوجي صح؟ أي نعم بيولوجي يا مرحبا نعرف كنت منو أنا راشد سليمان الشامس والنعم يا والنعم والنعم نورتنا اليوم وشفناك استانسنا مرحبا شوفتك اليوم تخصصت وايد منه؟ آه لا والله إيه؟ أنا الصراحة من التخصصات النادرة اللي احنا نشوف فيها الشباب إيه؟ أغلب التخصص هذا يكون الفئة الثانية اللي هي الجنس الناعم إنه البنات أغلب شيء البنات يكونوا فيه الشباب أقلية يعني ليش؟ هو شوي صعب يعني معقد التخصص لأنه نص ميديكال ونص يعني الاحياء العامه تكون احياء عامه بيولوجي عام ومن الامور من التخصصات الحلوه اللي عجبت فيها الصراحه وحبيتها لاني احب الشغل في المختبرات واحب العينات واحب اني اشتغل يعني اشياء مخبريه بعدنا ما خلصنا رمس وين سايل الاشياء المخبريه ونحن اليوم سعدنا بشوفتك استانست من زمان نحن في وين الحين اي مستشفى هذا مستشفى التوام هذا مستشفى التوام اي نعم هل الصرح العظيم نعم يا سعد حظك في هالمكان الحمد لله رب العالمين ان سمحت لي الفرصه اني اداوم في هالمكان الطيب والمكان فخر لي واعز بلادي وارفع علمها شامخ ودوم يا رب شيوخنا مو مش مقصرين ويانا بالعكس احنا وين تخرج انا تخرجت من جامعه الامارات ما شاء الله عليك الله يبارك فيك هالسنه داومت وياهم وما قصروا وياي حصلت العمل بسهوله الحمد لله رب العالمين مش صعب ما شيء واسطه ما في واسطه انا رمز زيد ورمز عبيد انا من النوع اللي ابوي ما يسمح لي اني اخذ واسطه من اي حد اشكر فنك فلذلك واسطتك تشوف واسطه علمي اشكر فنك شهادتي سمعتوا شهادة ابوي شهادة مبلغ ابوي وخالي وعمي ما شيء ابوي الاول الله يحفظ الجميع ان شاء الله الله يحفظ الجميع ويرزق الجميع آمين. بالوظيفة الطيبة يا رب آمين وبالحرمة الطيبة آمين الصالحة آمين يا رب آمين. بالحرمة الصالحة الطيبة إن شاء الله. لا تتأخر لا ما بتأخر الحين كم عمرك؟ الحين 23 23 بس عقب سنتين عرس إن شاء الله هي نعم من هالحين جزاك الله وعلى هالخشم وأنت معزوم والكل معزوم عفو عليكم أوكي لا خليك حياك الله يحفظك وين ساكنين في العين؟ نحن ساكنين في شعبة لوطا زين قرب شعبة شو من الزراعة عندكم في البيت؟ أكثر شيء الصراحة ما لي خبر في السوالف منو زراعة في بيت اختصاص أبوي بنت السلام عليه حبيبي حياك الله الله يحفظك في دعوة الرحمن وايد الأوادم اللي تي تتشكى من المواقف في مستشفى توام يقولون والله ما شيء مواقف المواقف أكثر مكان في مواقف في الكون هو مستشفى توام أكبر موقف يوجد فيه كنت يا دولة الإمارات في مستشفى توام لكن جماعتنا وربعنا شو يبون بس قدام الباب فقط قدام الباب زين الاطراف دور ما دار المستشفى مليون باركن مليون موقف هناك وين جبيب اللي هناك ألف باركن لا وظله بعد يفضلون الناس يوقفون هنا في الشمس وقرب الباب
ويودرون المواقف اللي من اللي من غير. حد منهم وجهين قرب الرصيف وحد منهم بأماكن مبعد لأن يتعرضون يعرضون عمارهم للمخالفات ويودرون الباركنات المتاحة. يبقى واحد بس افتح عينه برج قمض برج عد دور ما دار المبنى كل الباركنات يودر يودرون المواقف الأطراف اللي من هناك ويدورون الأماكن مرة ليه قرب الباب. هل كثر فيكم عيازة؟ والله مستعب ما عليه أماكن اللي حق المقعدين كبار السن ما عليه. لكن أنت صاح الدج تنطح اللي بل من الطرف هذا ظهرت منك أظهرت رأسك بالطرف الثاني وتسير تدور البارك اللي مرة عند الباب. عند الباب خلي حق حرمة كبيرة ريال كبير إنسان مقعد حد طواري ما بلازم عدال الباب. أنت عمي شيخي سير منك الطرف هذاك ما بلازم الحين أنت مرة عاد مرة دودوه أنت. هذا سيري طارت عماركم الحين أوصل قدام باب بيتي الحين أرمسكم وأنا أفتح الباب. هي والله طول الدرب واحد من ربعي يلس يخرفني خراف ساعتين وهو بربر وبربر وبربر وكل ما بغيت أسكر وأرمس وياكم ولأن أبوي منطلج عيزني عيزة ولا عنده موضوع ولا عنده سالفة ولا عنده أي شيء يعني يستاهل هذا كله. كان أول والأول والأول ويوم هاك اليوم تحيد لا كل تحيد ما شيء مع البارح واليوم عشرة أيام وشهر كل سنين من دهر. هي والله أبطيت أسوله يا والله يعني خطف الدرب علي يوم ما وعيت بعمل الإعداد بن إياس من كثر الوقت اللي رمسنا ويا بعض حوالي 55 دقيقة رامس تن وحدة. وهذا البيت وصلنا حين طارت عمارك وصلنا إلى قواعدنا سالمين. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير. سمعتوا الأول سلام العبد الله من المطارف السعوديين الأوليين الشعبيين له صولات ويولات وغاني عديدة وكثيرة لكن أشهرهن والقريب إلى قلب العديد من اللي عاشوا في جيلي اللي هو الأغنية هاي اللي هي تولع تبك والله كتب لي على فرقاك حسبي على الحظ الردي كان هشجاني. هذا رجال الله يحفظكم من هل دبي رجال خير مثلكم شرواكم يقير طالت عماركم. حاولت أخذ ويا لقاء لول مدة دقيقة كثر ما أشوف شعراء وكثر ما أشوف ناس أياويد وكثر ما أشوف ناس ما شاء الله كلامهم جميل ويشرح القلب ويشرح الخاطر. يقير رفض رفض كلي رفض رفض كلي انه يخليني اصور له حتى لو صور لو حتى قلت له ما بظهر كله قال لي لا شغلي وكلني عارف وانا ما اريد اكون معروف بطريقة انه شاعر والناس تعرف يعني. حاولت لين الشدة فتو حين عاد طرش لي مساء الخير بالرغم من كثر ما أنا أفرح بمسجه يا غير كثر ما أنا زعلان أني ما برايم أظهر محتوى لكم أنتم. فما ودي يكون بس أنا اللي أنبسط أو أنا اللي أسمع القصيدة هذه أو أنا أعرف الشخص هذا اللي هو الشخصية معروفة لكن غرب الله تعدوا ما بطايع ما بطايع ياسة حايل فيه من أكثر من 7-8 شهور من أول ما تسكر سناب العام وهذه السنة حين دار حول وأنا ترشى ريال يسوى نوم العين. لكن سبحان الله يلس تحايل في لين هذا منه طرش لي أمسات يا الله هذا عبد الله بن حرمش عبد الله بن حرمش والله يا أبوك ولا يتصل إلا يوم أنا أريد أرمس وياكم. هذا عبد الله بن حرمش محمد ها كيف الحال يا ريال عيستني من كثر ما دقدق تليفونات عيستني. اقول تدري ايش مخزن اسمك؟ ايه عبد الله بن حرمش المنصوري راعي الكندوره السماويه. بل 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 عن 4 سنين السماويه لين اليوم لين ما قد شفتك الا لابس كندوره سماويه. بتشوف الالوان ايش انت هذه الا سماوي الا بحري بعد بحريه ما اقول عنك شيء نفس سيد بغيد والله مليون مرحبا. اسف اسكن سعيد بخيل فقير لا يلبس سماوي ولا شيات محطه حبل الالوان الا انت. اي والله
ماشي الواحد يغير شوي. علي عنك اقول لك يا استراني اصور مسكح حين كلها مره. والله مرحبا مليار، مرحبا مليار اللي عندك واللي يسمعون كلهم. الله يبارك فيك. قلنا بنسلم عليك ابو محمد. لا خلينا من اسمك، لا خلينا تامر شي توصي. قلنا بنسلم عليك مكتب هذا تامر توصي من سنتين، وكل ما بغينا نامر ولا موصي غطيت شهرين وتظهر لي عقب الشهرين وتسلم وتاخذني على ما قالوا المصري خذوهم بالصوت لا يغلبوكم. ما ربي مقواك يا الخقة مكثرها، ما أخذ حق خقة الحرمش كلهم. ما أقول عنك شيء. يلا في رد السلام. لا خليت منك. سلم سلم على باللغوب وبالمطاميط وبالثروب كلهم سلم عليهم. شكرا. لا خليت منك. أبشر بصلاح بشروبه. هلا صليح سلام عليكم. طريت اذني يقول لا اله الا الله. منو؟ الرجال قال لك اني انا في العين؟ ايه ليكم انا. وانت ما تباني اسير العين؟ ما بطالب انا مطالب مطالب. رد عليك في الموبايل، موبايلي انا. ايش هذا؟ انا اللي رديت عليك قلت لك انا في العين اليوم. كانت على نسيت كذا على نسيت. ما عرفت شياك انت نسيت العربي. شو تتكلم انت؟ متى باكر؟ متى باكر بيتي؟ متى باكر بيتي؟ تعال لي الساعة 9 بكرة. خيبة. خيبتين؟ ايش حق خيبة وحدة؟ عنب. ليش تقول لي الخيبة؟ ليش؟ ليش الغلط؟ ليش وياك تغلط الحين انت خيبة؟ لا عنيش عنيش تبه هريسة؟ لا لا عنيش عنيش معاريس؟ الحين بقول ايام خبلة ريال خبلة شو بلا؟ ما عارف شو قال لك؟ قالك تبه تعرسه؟ لا انا من خبلة ولا انا ما اعرف شو تقول. شو لسانك 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 غلط يا صلاح، لسانك غلط. شو يا الله العظيم صلاح مشكلة. راح 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 بابراهيم راح 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 الكنافة بالكعك اللي اليوم تريقت منها طالت عماركم. كلت أول بادي هنتين عقب هنتين عقب هنتين يعني 6 حبات، وهذا أبوي 55 كالوريز الحين اللي انحرقن هذا من قرمة وحدة، من قرمة وحدة من 6 حبات. شو الحل؟ شو الحل اللي يقولون النفس أمارة بالسوء؟ لكن ما قالوا النفس أمارة بصراط. إذا شو أسوي؟ من قال لك لا حيلة؟ والله يا أبوك يلك كل ما شيء يلد عنه، ما شيء يلد عنه. من جيت الحين من الجيم حول ساعتين، ومن جيت إلا أقرأ مسجات وأرد على زيد وأرد على عبيد، واللي ينقم أصخ عنه، واللي عاير بعد أصخ عنه، واللي يقول كلام قاصر أصخ عنه، والدنيا مطرجة. ما سويت بلوكات حق حد، بلوكات ما فيه أسوي حق حد إلا عاد اللي يغلط غلط كبير سوينا له بلوك، ولا هذا مال المعاير الخفيف والشتيم الخفيف. وهذا ترى وايد والله من هكذا بسوي. تحروني انا بخير؟ انا باب بخير والله، ما باب خير من هاي ابوي قم بلسانين، ما باب خير. لكن شو اسوي؟ من قال لا حيله والله، من قال لا حيله يعني بيلس الا انا بحل العرب ما في. شو بسوي؟ هم هنمون الله خالجنهم شبلاقيه وبيعاريه وهروما داير روس احد من العرب الله بالمستعان. لكن ايش بتسوي؟ مشكله كبيره يعني. بعد اللي ما تصخ عنه نصخيت عنه مصيبه، وان رديت عنه مصيبه اكبر. فدميت كلني السمك، غفيت كلني الطير، دميت كلني السمك،
غبيت كلني الطير، شركت خدني علي، وغربت خدني عمير. هي والله دميت كلني السمك، غفيت كلني الطير، شركت خدني بدر، وغربت خدني عمير. هي والله حد يقول خدني نسيت والله شو حيد بالخير الأول يغنيها. ولا والله يا أبوكم عندي قصة فنان، قصة واقعية 100%. هاي قصة الحربة اسمها أم سالم، لكن خلاف عادة سموها أم بكشل، والقصة سار عليها اسم قصة أم بكشل. أم بكشل البكشل تعرفونها أنتوا عادة، بنحط لكم شيء بكشل. فالبكشل الأول ما حد عنده شناط، ولا حد عنده حقيبة ولا تنكة، هذا جليل. لكن اللي راعي السير ولي يحط يلف ثيابه في بكشة، ولا يلعب ولا هلا منو اللي عنده ذو ثياب وايد مثل الحين مزر الكبتات بتطرطا. الاول ادمية كان ريال ولو حرمه، راس مالي يكون هدمتين لو ثلاث ما يزيدن. هي والله الحين سوى اليور المنكر هذا. فاقولكم في يوم طالعت الساعه، لان على ما تشوفون الساعه حكم واحد قاصر خمس دقائق، وهاي القصه يبالها الا ربع ساعه اللي نعدها، وانا عيوني ثقلن ولا في حين عد القصة، لك إن شاء الله إني باكر بعدها عليكم إن شاء الله. إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين إني باكر بعدها عليكم، في احتمالية بعد باكر أضوي العين. والله ما بعرف شو البرنامج، باكر شيء معزوم على عشاء في الشام، وعقب العشاء يا إني ضويت بيتي ولا إني سريت العين. أم محمد مروحة اليوم مرواح العين، يوم عقب ما جيتنا هي روحت، عندها شغل. وقلت باكر بسير بمسي عندها وبصبح نهار ثاني يوم الاربعاء، بيجيني رجال اللي امس عايره واقول انها منني بلوز وما ياب اللوز وعاير معايا، استعنى اليوم قصوا الفيديو وياه الفيديو وعرف عمره. قال ابوي عيل انا ما في اي بالعين، بحطهم في سيارتي وبجيب لك اياهم من الشارجه لين بيتك في العين. قلنا عاد انا ما كنت اقصدك. قال لي أدري إنك ما كنت تقصدني، عسبتي بيبها ما رمت أشرب عليه. وافتهم روح استعنى، راعي المعنى يستعنى. هي والله بيب عاد القورتين، بيبهن العين إذا الله جعلهم الحيين، وبزرعهن وبيتغدى عندي بعد. بتظهر ييته أغلى عن بيع السوق، يبقى سمك بعد، هو يحب السمك. هي والله من رب خلقه في البحور. بعد بخبركم شيخ ما شيخ خير عن أكل السمك، أكل السمك هو الزين. بس ما فلذاك اعتذرني ما بقول قصة اليوم، باكر بقول قصة أم سالم اللي هي أم بكر. يلا صبحنا على خير.